السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا ناس ويسلان بالصدفة على ذاك العالم ديال العمرة اللي حطينا به، كان مشروط واحد الحالة يرتاليها ودزنا دابا باش درنا واحد الفيديو بأن راه دابا راه مزيانة. وقفني واحد المواطن وفاعل جمعوي بقينا كنهضرو، قال لي ويسلان نيوز كيفاش الراية العالم، قال لي نعطيك انا واحد اللعيبة ما غادي تستغرب فيها كاع. راه ما هي؟ قال لي واحد المؤسسة وما دايراش كاع الراية دوك، بعدا راه داروها وكتقطعو وتيحيدوها وتيبدلوها. كو ضغط عليك بالله الا ما يقول لي فين هو فاعل جمعوي، فهمتي معروف. قلت له سيدي غير وريني فين، قال لي اجي غنوريك فين بالضبط. قال لي غادي تمشي لجهة المصلى فين تيصليو الناس ديال ويسلان، كاين واحد المستوصف تما راه مستقل. قال لي هذاك ما فيهش كاع الراية في خطرة نهائيا. يا قلت له شنو هو؟ قال لي شوف المهم راه الراية ما كايناش. قلت له راه ما يمكنش ما والله سيدي. قال لي حتى غير دوز لتما وشوف وتفرج بعينك. فعلا لقيت ان جيت لهنا كنشوف لقيت الرايه ما كايناش نهائيا. انا باش غادي نقول لكم كاع كاين شي مسؤولين هنا في سبات عميق، عرفتي في سبات عميق ان شوف مستوصف دو قداش. ونزيدكم راه كيديروا فيه حملات طبيه كبيره تبارك الله والمواطنين وتيخدم، ولكن العالم الوطني ما كاينش اللي يتابعه له. علاش؟ لان ما مسوقينش، ما عندهم غرض، ما مسوقينش، ما عندهمش غرض. اذا باش غادي نقول لكم ها هما، غنقول لكم ما كاينش اكثر من سبات عميق. انسان تيتخلص وخدام وطني وكذا ولي زيفينمو والرايه وحده ما كايناش هنا كاع. ديال الله عليكم واش هذا مستوصف مؤسسه ديال الدوله كذا كذا بالماجور ديالها بالمسؤولين ديالها حتى بالمواطنين، انتو ما خصهم يتحملوا مسؤوليه حتى المواطنين اللي كاينين هنا. واش نتوما ما جاتكمش الغيره على هاد البلاد؟ ها هو الرايه ما كايناش هنا. انا نتحداكم، انا غنعاود نزيد نقرب، انا قربت. ها هي نتحداكم مستوصف ديال الدوله ديال وزاره الصحه بالضبط. هنا تيقولوا مستوصف ديال البستان لان هنا في حدا المصلى. الرايه ديال المغرب ما كايناش كاع بصفه نهائيه، ما كاينش الرايه ديال المغرب، العالم المغربي ما كاينش. المهم هذه رسالة اللي كيهمهم الأمر، كما قال السيد قال لك راه في سبات عميق يتخلصوا ويديو الفلوس ما عندهم غرض. هذه رسالة للمسؤولين، وكما قلنا حنا قبيله كاع حملة وطنية لهاد المؤسسات ديال الدولة وهاد هاد الناس اللي ناعسين ما عندهم غرض. هاهي مؤسسة في مدينة ويسلان في مكناس تابعة لوزارة الصحة، ما حطاش الراية كاع في خطرة. يلاه تحياتي لكم.